طمني يا دكتور. كنت حابب اقول لك كلامي يطمنك، بس كل الدكاتره زملائي بالمؤتمر ايدوا نفس الكلام. ورم سرطاني على الرئه، واضح انه هذا الشخص بيهمك امره كتير. بعرفه من فتره بسيطه، هو من نوع الاشخاص اللي بفوت على قلبك دغري بس تقعد معه. في هيك نقاوي بقلبه كتير قليل لتلاقيها بهالايام. اوقات المرض ما بيختار الا الناس المناح. المشكلة كمان ما بعرف حدا من اهله، يعني اذا صار له شيء هون بالغربة ما بعرف كيف بدي اتصرف. اذا بهمك امره هالقد فينا نتعب شوي زيادة. يا رايت كيف؟ بعرف طبيب الماني عايش هون، بس هو هلا بواشنطن، استاذ كبير بامراض السرطان، ممكن يكون عنده رأي تاني. انا مستعدة اسافر مخصوص على واشنطن واعرض عليه اشعة جو. انا برأيي تعرض عليه جو نفسه. أمل يقول إشياء جديدة. أنت كمان لازم يكون عندك أمل. الدكتور كشف عليك مرتين وعمل لك أشعة جديدة، هلا بتطلع النتيجة. يا ريتني ما تعرفت عليك قبل ما أعرف حقيقة مرضي. ما كنت رح خاف من الموت مثل هلا. شو قصدك؟ أنا اللي حببتك بالدنيا؟ أنت اللي خليتيني أشوف دنيا جديدة ما كنت شايفها من قبل. هذا اللي خليك تجي وراي على نيويورك؟ وخليك تيجي معي على واشنطن وتتركي شغلك. أنا هلأ ما بقى عندي شغل غير أني أطمن عليك. أول ما عرفت أني يمكن موت فكرت أكتب وصيتي. قعدت مع حالي كتير وفكرت شو ممكن أكتب بالوصية. مليت غير كلمتين بس. شو هني هالكلمتين؟ حبك صباح. عمرك سمعتي اعتراف مثل هذا من واحد عم بيودع الدنيا؟ وأنا كمان بحبك. ما بعرف كيف صارت الأمور بهالسرعة، بس أكيد نحن ما التقينا بالصدفة ولا حبينا بعضنا بالصدفة. مش ممكن الموت يخطفنا من بعض. حتى لو ما بقالي إلا كم يوم بهالدنيا بكفيني رح أعيش معك. أخذت عليكم؟ طمنا يا دكتور. هيرش فايجر هو اللي طمنا كلنا. من بعد الكشف والتحاليل والأشعة بيأكد أنه مستر جو ما عنده ولا أي أمراض سرطانية. الحمد لله. بس هالسعلة اللي عندي إنه شو سببها؟ التهاب رئوي من نوع نادر، وطلب أنه يدخل لعنده على المستشفى لمدة أسبوعين، رح يعطيه دواء ويتابعه بنفسه بالإذن.